سعاد سفير، ايه الدور الدبلوماسي اللي من المفترض ان تقوم به الدبلوماسيه الفلسطينيه خلال الفتره القادمه، خاصه في الدول التي تدعم القوات الاحتلال؟ يعني احنا شايفين سعاد السفير حسام زمرد قام بمجهود كبير جدا وهو سفير فلسطين في بريطانيا في التعريف بالقضيه، وهل من الممكن ان الجهود الدبلوماسيه دي تغير من وجهه نظر بعض الدول الاوروبيه لهذه القضيه؟ يعني هناك حرب روايه، يعني نحن ما نقوم به الان كدبلوماسيه فلسطينيه واعلام فلسطيني بالشراكه الكامله مع مصر والدول العربيه الشقيقه الاخرى والاصدقاء في العالم. نحن نريد احداث تغيير في الروايه والسرديه المزيفه المغبطه التي تروجها اسرائيل حول حقيقه ما يجري. لذلك نحن الان احدثنا هناك شراكه كامله كما قلت بين الجاليات الفلسطينيه والعربيه والاسلاميه والصديقه بالتحرك في الشارع الامريكي بين المواطنين الامريكان والاوروبيين. حدثنا اختراق فعلي وحقيقي، يعني اليوم انا شاهدت مظاهره في احدى المدن الامريكيه، مظاهره عالمه كبرى، ايضا مظاهرات في شوارع اوروبا. صحيح. كل ذلك يخلق راي عام ضاغط على الحكومات، لكن للاسف لو اخذنا مثلا الاداره الامريكيه على سبيل المثال، هي ايضا لا تعيد اي اهتمام للراي العام الامريكي، ولا تعيد اي اهتمام للراي العام الدولي، وهي ممعنه بمواصله انحيازها السافر الى جانب اسرائيل والى جانب الحرب على غزه والعدوان على الشعب الفلسطيني. مفتاح الحل بيد امريكا على الاداره، برغم ان الاداره الامريكيه منحازه. ونحن نعرف ذلك وندرك ذلك، اننا نرضى بالرئيس بايدن والاداره الامريكيه باتخاذ موقف، بديش اقول منصف او عادل، اتخاذ موقف يوقف هذه الحرب، يعمل على صيانه الامن والاستقرار في المنطقه، يعمل على صيانه الامن والاستقرار والعداله والديمقراطيه وحقوق الانسان في المنطقه والعالم. امريكا هي المسؤوله، مجلس الامن هو المسؤول، المجتمع الدولي هو المسؤول. نحن نتحرك في اوسع النطاق ممكن، سياسيا، دبلوماسيا، قانونيا، كل سفرائنا وقيادتنا وبالشراكه الكامله بين، هناك شراكه تاريخيه استراتيجيه بين مصر والاردن وفلسطين. نحن نتحرك على مدار الساعه، ايضا معنا دول عربيه شقيقه اخرى، معنا اصدقاء في العالم يتحركون. لكن للاسف الشديد مجلس الامن فشل، المجتمع الدولي فشل، لكن برغم ذلك نحن سوف نستمر، لن نكل ولن نستكين ولن نتوقف عن مواصله العمل من اجل وقف هذه الحرب على شعبنا وحق دماء ابناء شعبنا وانقاذ قطاع غزه وانقاذ فلسطين من خطر هذه الصهيونيه الدينيه التي تحاول. سعادة السفير، ما دام المجتمع الدولي بيبارك هذه التحركات، ستستمر اسرائيل في ممارسة العنف وستستمر اسرائيل في الهجوم على الشعب الفلسطيني.